تعديل جديد جاء به المشرع الجزائري لقانون 1504 المتعلق بالأحداث لدى المراهقين والقصر بخفض سن المسؤولية الجزائية في جنوح الأحداث القصر من 12 إلى 10 سنوات مع تخصيص قضاء مستقل للأحداث. قضاء الأحداث في الشارع الجزائري يعني في أقسام، في كل محكمة القسم هذا يختص بالنظر في قضاء الأحداث. هذا القسم يرأسه قاضي مختص ومكون خصيصا ومؤهل للتعامل مع الجرائم التي يرتكبها الأحداث ليتعامل مع الجرائم. القانون 1504 جاء بتخصيص جهاز قضائي خاص يتكفل بمحاكمة القصر على الجرائم المرتكبة، حيث لا يجوز الحبس والغرامة على الحدث إلا بصفة استثنائية في الجنايات كالجرائم الإرهابية والجرائم التخريبية. أما فيما يخص الجرائم فلا يجوز الحكم على الحدث إلا بالحبس أو الغرامة. المبدأ العام الذي يسري عليه المجتمع الجزائري هو أنه لا يجوز الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في بالنسبة للجرائم التي يرتكبها الأحداث، مع استثناء بسيط يتعلق بالجنايات وبالجرائم الإرهابية والتخريبية، حيث أنه في الجرائم الإرهابية والتخريبية وفي الجنايات فإن هذه الجرائم تخضع لاختصاص القضاء العادي وليس لاختصاص قضاء الأحداث. وحسب خبراء فإن جنوح الأحداث يعود لأسباب تربوية بالدرجة الأولى، أهمها غياب الوالدين أو ضعف الرقابة وعمل الأطفال، كما أن الأسباب النفسية تؤثر على ظاهرة الانحراف، ما يؤدي في الغالب إلى سلوكات عدوانية منحرفة مفرطة لدى الطفل والمراهق باتجاه